فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للإنسان أن يشترط إذا خاف أن يرجعه رجال الأمن إذا لم يكن عنده تصريح للحج؟ هو عارف إن هذا يا أخي، ليش ما معه تصريح ويروح يقول لا يروح، ما معه تصريح خلاص لا يحج، حتى ما يحرج نفسه ويحرج رجال الأمن. أي نعم.